1956 ومعركة السويس، يعني كلنا بدنا نلتزم، بدنا نروح نحارب بالسويس. أنا رحت على السفارة المصرية وكان يومتها في مسؤول مصري اسمه الأستاذ حمان، تلفل له أنا أقول له نحن بدنا نروح نحارب معكم، بدنا نروح على بورسعيد. يقول لي يا أنت مزمزلة صغيرة، بلاش يا بنتي، انتوا هنا تطلعوا في المظاهرات وكذا، احنا مش عايزين رجاله وعايزين يعني انتوا هنا تطلعوا في المظاهرات. يعني من بدايه فعلا يعني معركه السويس هي اللي خلقت هالوعي القومي، وفعلا شعرنا بدون ما حدا يقولنا انه كلنا بالمعركه. بمجرد ما انه عبد الناصر عمل يعني حرر القناه وأطلق إنه نحن ثروة العرب للعرب وأرض العرب للعرب والتحرير بوجه المستعمرين، كأنه كان في بلاوعينا شيء تراكم قديم يمكن من جدودنا، ما بعرف، لأنه نحن أطفال يعني بعدنا على شيء وعينا سياسي كتير صغير، دغري صرنا مستعدين نروح نحارب. فأنا بعتقد إنه الجو السليم والطرح السليم فعلا بلاقي صدى عند الأمة. يعني ما بس أنا، كتار مثل لاقي شباب صغار مثلنا. يعني أنا بذكر إنه قدام الجامعة الأمريكية رحنا تظاهرنا يومها كلياتنا من شان ثورة الجزائر. بعد يومها أطلقوا نار على حسان أبو إسماعيل وانقتل حسان أبو إسماعيل قدام الجامعة. يعني وفي شاب اسمه مصطفى نصر الله أصيب بظهره وانشل، كان من طلاب الجامعة. هدول ليش؟ هدول ضد الأحلاف تظاهروا مع تحرير القناة مع ثورة الجزائر. يعني كان النهوض القومي بكل المجالات. فيعني معركة السويس، ثورة الجزائر، ارتبطت بذهننا كلياتنا انه معركه واحده. فتجندنا بدون ما ندرى، يعني كلياتنا تجندنا وننزل على المظاهره تلاقي يعني بالالاف اللي حامل علم عروبي، اللي حامل علم قومي سوري، اللي حامل الشيوعيين ينزلوا بدون ما يحملوا اعلامهم، لكن كانوا ينزلوا معنا التقدميين الاشتراكيين، لأنه حسان أبو إسماعيل كان تقدمي اشتراكي. نزل يومتها بالمظاهرة وأطلق الدرك الرصاص وانقتل حسان أبو إسماعيل. فكان أول شهيد للحركة الطلابية بلبنان من أجل فلسطين، من أجل الجزائر، ومن أجل قناة السويس. أنا يعني بذكر الآن يعني الشعر اللي ألقي، يعني بذكر إنه في قريب لنا اسمه موسى زين شرارة، ألقى يوم دفن حسان أبو إسماعيل على المدافن إنه لن يقتلوك وإن دفنت ولن تموت ولن تروح، لن يسكتوا بك نزوة الجلة وإن نزت الجروح، وستذكر الأرواح أنك دا ساكن في كل روح. بتذكر إنه هاي من يومها يعني هيك أبيات قالوا موسى زين شرارة بحسان أبو إسماعيل. ف يعني وكثير من الشباب يومها والصبايا يعني اعتبروا انه هي معركتهم واللي هي بقت مستمره. لكن فعلا مثلا انا رحت على البعث وكان مسؤولي الاستاذ خالد ياسر.